الله الرحمن الرحيم. انا دكتور وائل صقر، رئيس قسم جراحه التجميل كليه طب بني سويف، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح. احب اوجه نصيحه لزمايلي شباب الاطباء. النهارده كان التوك بتاعتي او البحث بتاعي كان عن جراحه الثدي، وازاي نقدر نعملها جراحه امنه من غير مشاكل. فانا بس بحب اقول للشباب حاجه مهمه جدا، واحنا داخلين على جراحه الثدي، لا ايه لا نقول هي جراحه تصغير الثدي تقريبا، يعني اللي كنا بنتكلم عنها، لا نقول احنا هي جراحه كبيره او قليله، لكن احنا بنتكلم عن انها حاجه مهمه لازم نعتني بتحضيرها كويس. تحضير العمليه بالنسبه لنا هو الرسم، واحنا بالنسبه لنا الماركينج او الرسم في جراحه التجميل حاجه مهمه جدا، وبالتالي احنا لما نرسم كويس هناخد بالنا ان احنا نوصل بنتيجه كويسه. الماركينج احنا كنا عملنا قبل كده كورس كبير عن الماركينج وهنزوده ان شاء الله، نرسم رسمه بتاعتنا واضحه قبل العمليه وبالتالي النتيجه بتاعتنا تطلع كويسه. في جزء كان بيحصل فيه مشاكل في جروح جراحه التجميل في اللي هي تي جانكشن، بالنسبه للشباب بس يفهموها اكتر الجراحين، التي جانكشن اللي هي اوطى حته في الجرح بتاعنا في ريدكشن، لو مقفوله اندر تنشن ممكن تفتح او تعمل ديهيسنس او تفتح، وبالتالي انا محتاج اخد بالي ان النقطتين اللي انا راسمهم حوالين الاري يمين وشمال دول هي اطولهم سنه ميديالي وانفيرلي، لان هم هيقربوا من بعض في شكل تي جانكشن، ما نقفلش اندر تنشن. لو احنا ما قفلناش اندر تنشن لا هيحصل اسكيميا ولا هيحصل مشاكل، وبالتالي انت من ناحيه الكونتور بتاع البريست هيبقى كويس، ومن ناحيه ثانيه هوصل بالنقطتين بتوعي اللي هم انا برسمهم بعد الروتيشن اوف ذا بريست يمين وشمال، اللي هم بنسميهم الدايفرجنس لاين اراوند ذا اريلا، ان هم ما يتقفلوش اندر تنشن. ولو ما تقفلوش اندر تنشن بقينا مريحين، مدين كونتور كويس وسيفتي امنه للفلابس. وان شاء الله باذن الله مع تيبس اخرى في جراحات التجميل.